بنتي لا تزعلي، كل شيء هلا راح. انت كيف؟ كيف بتقولن اني خطيبة هالشرير؟ وانت بتعرف انه كل شيء عم يصير معي بسببه؟ وليش انا محبوسة هون هلا؟ كيف بتقول هيك شيء؟ ما عم بفهم. ما فكرت شو رح يكون شعوري؟ لأنه بوقتها ما اجى ببالي غير هالحكي، ما كان قدامي غير طريقة. متوقع لو قلنا لهم الصدق كانوا رح يتركونا؟ كانوا قلعونا، وبعدها بشرف رودرا وبجن على الآخر. على فكرة أنا فكرت إنه رح تطلعي وتركضي برا البيت وتهربي وتخلصي حالك من السجن اللي أنت فيه نهائيا، بس أنت غريبة كتير. مدري أنت ذكية، ليش ما هربتي؟ شو قصدك؟ تمنيت هالشي، تمنيت لو فيني أطلع من هون وأحكي الحقيقة كلها، بس بوقتها أنا تذكرت وإجا ببالي كلامه. تذكري قبل ما تفكري ترجعي لهنيك، رح احرق الأخضر واليابس وما خلي شيء إلا ونهيه. بحرق كل بيربور بأهله وبكل يلي فيه، ورح تلاقيهم كلهم قدامك رماد. تذكرت إنه رح يقتل كل ضيعتي ويمحيها عن الوجود وما يخلي منها شيء إذا فتحت تمي بكلمة واحدة. إيه مزبوط، لازم تخافي. لو كنتي هربتي فعلا كان رح يعمل هيك وأكتر. ما في داعي تحكي أي شيء يا أخي، أنا بعرف مين بتكون هاي البنت. ها؟ إيه هاي هي الشاهدة المهمة بقضية رودرا. معناها ما في داعي نخترع لك قصة لحتى نقلك إياها ونقنعك فيها كتير منيح. مو هون المشكلة أبدا يا أخي. شو ناويين تعملوا؟ شو قصدك؟ ها؟ وين المشكلة لكان؟ من شو أنت خايف؟ أنت بتعرف طبع بنت حماك منيح، مهيني مانا سهلة وأنت بتعرف كيف بتفكر. ما رح يهدى لبال قبل ما تعرف كل القصة وتقعد تنبش أصل وفصل هالبنت. أخي أكيد عم تفهم علي، ما؟ تعرفها؟ كل هذا كان غلطك أنت. حدا جبرك تتجوز من مهيني شي؟ أو لحقك بالعصاية لتاخدها بداك الوقت؟ ها؟ لو كنت أخذت غير بنت كنت ارتحت كل حياتك الماضية وضليت مرتاح على طول. لا تطلع فيني بهالنظرات الغبية، بعرف إني ما اعترضت على علاقتك فيها نهائي ولا زواجك منها، لهيك أنا ما تدخلت أبداً وما عملت واجبي معك كأخ كبير، لهيك أنت لحالك المسؤول. وهلأ شو ناوي إنك تعمل أخي؟ هو اللي شعل الحرب، خليه يجي لهون وبعدين منشوف شو بيصير. بس أخي نحن لهلأ ما منعرف وينه وموبايله عم يطلع خارج تغطية. هدي حالك ولا تخاف، لسا أنا بغرفتي لهلأ، ما هربت لمحل. يا قدير ليش هيك عم بيصير كل هاد الشي عنا؟ أنا كنت ناطر عريس، فجأة طلعت البنت من الغرفة. هالبنت كانت خايفة ومبينة عليها واقفة بكل هدوء عند الغرفة وما إلا ولا حس، ما؟ مع هيك طنشت كل شيء. هالبنت رح تخاف كتير من هلأ لأنها خطبت واحد مثل رودرا وصارت
كنتنا. ترك ايدي. ابني إذا بدكن تضلوا تبحلقوا ببعضكن هيك روحوا على غرفتكن وما بقى بتلوموا بعض ولا حتى حدا بيزعجكن أو بيقطع هالجو الرومانسي. أوه نسيت إنه ما عندك غرفة لأنه أبوك تبرع فيها لأخوه. شي غريب وعجيب عن جد ما عاد اتحمل. جو البيت كله تغير وانقلبت حياتنا كلها فوق راسنا فوقاني تحتاني. رود رأجة من هون وصار في بواب تنقفل. قسم البيت بحبال طويلة وسواه اسمين بلا ما نعرف. وفجأة بيطلع كمان في بنت حلوة بهالبيت بتطلع من ورا الدخنة وكأنها الأميرة النائمة وما حدا بيعرف عنا شي. وأبوه بيبرر الموقف وبيقلنا إنه هي خطيبة الحقير. ماما كل هالقصة كذب كلها لعبة. ما شفتي وش البنت كيف مرعوبة؟ لا ما شفت أبداً لأنه عمك المحترم كان واقف مثل الجبل وبعدني عنها كأنه رح ناكله إياها بعيوننا. أنا هذا اللي عم أقوله. يعني عمي كذب علينا. وين رودرا وين هالبنت الحلوة؟ مستحيل هيك شاب ياخد هيك بنت حلوة. كيف؟ امشي. لوين؟ على القمر. يلا بدنا نروح نلونه. يلا امشي تعي لأنه لونه صار باهت. يلا. بس يعني أنا كنت تعي. يلا. موهيني شو عم تعملي؟ قومي. هيني ما لي كم دقيقة قايلكن انه ما حدا يقرب من كنتي ابدا. وانتي هلا شو اللي عم تعمليه؟ شو؟ ليش عم تكبري القصة؟ كأنك ما بتحترمي الأكبر منك ولا حكيون أو كأنه ما بهمك شي من اللي أنا بقوله. على حد علمي لسه ما صرتي ختيارة لحتى تنسي الحكي اللي قلتلك إياه. ما بدي ضل ذكرك زمي. حدودك ولا عاد تتدخل بشي ما بيخصك. الخجل والتزام الحدود هن زينة المرأة. بس هذا كل شي. عندك الحكي
مش هما تنسي ولا استوعبت الفكرة وما في داعي عيدها. أكيد فهمت علي ما؟ إيه فهمت عليك، بس بالأول في عندي كم سؤال أسألك يا هون إلك ولك أنتك المحترمة والحلوة هاي. ميت سكين عم تغز بقلبي لأنه كنتك قاعدة بغرفة خطيبة قبل العرس وما في شي رسمي وإنه ما التزمتوا بالعادات والتقاليد. طيب فهمني أنتوا ليش هيك عم تعملوا وتخالفوا كل شي؟ في شي غلط بالموضوع لحتى عم تتصرفوا بهاي الطريقة الغريبة. شو هالشي العظيم اللي عم تخبوه؟ شو اللي ما بدكن نعرفه؟ ايه؟ ليش عم تخبوا العروس عنا؟ إذا ما كان في شي خطير بس انتو حابسينا بالغرفة مع انه فيها تقعد بغرفة لحالة. شو عم بيصير هون؟ فهموني ولا شي. الأميرة نائمة، بطلت نائمة. مين أعطاك الحق إنه تحكي مع هاي البنت هيك؟ ابني بس كنت عم خبر خطيبتك. ماني ابنك ولا شي، لا تعيدية. هالحبل نحط هون لحتى يفصل البيت والعلاقات ما بتمني بنوب. احترم حالك ولا تحكي مع امي بهالطريقه بنوب. انت تحديدا لا تعكر لي مزاجي بنوب. سمير اخي، ليش هلا ما فتحت تمك؟ من شوي كنت عامل محاضره طويله عن الحدود والاصول وهلا اختفيت. لما بيحكي سم بنقط من تمه، ما بيعرف يحترم حدا كبير ولا بيهمه مين بيهين بكلامه قد ما كان قاسي. رودرا استنى، أنا الكبيرة هون ولازم توقف تسمعني وتفهم كلامي. سحبوك هو الأخ الكبير وكلمته محترمة، بس أنا اللي مشيت أمور هذا البيت لوقت طويل وأنا هلأ ست هالبيت ومستحيل إني اسمح لأي شي غلط إنه يصير فيه. مفهوم؟ نهائياً. لهيك اسمع شو رح قلك وفهم علي. مستحيل اسمح لهالبنت الغريبة إنها تضل قاعدة بغرفتك. ما بقبل تضل عندك بلا شي رسمي. من هلأ رح تنتقل على غرفة تانية. ما في داعي تناقشني بهذا الشي أبداً. رح تضل قاعدة بغرفتي، وإذا تغير جو بيتك ما بيهمني. تعرف إذا تغير جو بيتي شو يلي ممكن يصير؟ رح تصير هون عاصفة هوجة ما رح تعجبك ولا تعجب غيرك، واللي رح يحدد وضع هالبنت هو البنشاية. وإذا ما سمعت للبانشاية رح يصير شي مو منيح ورح اضطر إني روح على الشرطة بوقتها وقلن إنه واحد منكم جاب بنت لعنا وحتى هون بالقوة. هي ما دخل فيك وما بتخصك لا من قريب ولا من بعيد. وهنن بيعرفوا كيف يوقفوك عند حدك. وقتها رح نعرف كلمة مين رح تمشي بهالبيت. ما فيك تنكر إني قدرت عليك لأني عم حكيك بالقانون وما فيك تقول لا. أنا اللي رح أربح. عجبك هذا الشي ولا حتى ما عجبك؟ سيدي ما فيني خلي هالبنت بالمكتب،
ولا حتى هون. لازم ناخدها على مكان مو معروف لحتى نقدر نحميها منهم. لهيك رح اخدها فورا من هون. ماشي، انت ربحتي، انا طالع من البيت كله. رودرا، ما في مشكله ابدا، رح امشي. انا لا بحبها ولا عندي مشاعر اتجاهها. امشي. استنى البنت، مدري شو صار لها يا اخي. استنى، مو قدرانه توقف على رجليها. إلك بالعادة تعملي حالك مو قادرة توقفي، بس مو كل مرة فيني شيلك. هلا رجع كل شيء مثل ما بدي، ورجع البيت إلي أنا. شو؟ لوين بدك تاخذني هلا؟ على اساس كثير بيهمك، ليش صار كل هالشي؟ فهميني، ليش طلعتي لبرا؟ شو يلي صار؟ ما فكرتي تهربي؟ ما؟ ليش عملتي هيك؟ ها؟ لحتى تورطيني وتعملي لي كل هالمشاكل؟ وانحط بهالموقف قدام الكل؟ ليش ساكتة؟ شو خطر لك وخلاكي تحكي هالشي؟ مبسوطة بالشي اللي صار يعني؟ ها؟ زبطية، خلينا نروح. ليش كل هالعصبية؟ حاجة، شو فكرني مجنونة ولا هبلة؟ دخلك ليش؟ ما رفعت فردك وقتلت الكل لأنه ما حدا سمعك؟ كنت أقتلهم وارتاح. ولا ما بتقدر غير علي أنا ونازل فيني بهادي؟ مين اللي قال اني خطيبك لكان؟ ابوك اللي قال لهم هيك. رنوات هيك قال؟ مجنون هذا يعني؟ حطي رجل هون ورجل هنيك، عدي ورا وتمسكي منيح. يلا لا تبلشي، انت بتتحملي كل شيء مثل الجمل. يلا خلصيني عادي بقى، حاجة حركات.
وإذا حابة تضلي كاملة وما تصيري عصير بندورة تمسكي فيني منيح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.